رح نبلش أولى محطاتنا فرح، ودائما بنعرف القاعدة العامة اللي بتقول الحاجة أم الاختراع، ومع تزايد عدد الإصابات عند الأطفال بطيف التوحد بشكل كبير، كان هذا الشيء مثار للبحث من الطلاب في جامعة الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وأدى هذا الشيء لجعل هي المشكلة مثار بحث وابتكار بقسم الهندسة الطبية. طبعا سلمى عم نحكي عن جهاز التشخيص المبكر اضطراب طيف التوحد بالاعتماد على تقنية تتبع العين. هذا الجهاز هو جهاز تشخيصي سهل الاستخدام وأيضا محبب للأطفال، وبالتالي نتوصل لتفاعلهم ليكون بداية العلاج. لحتى نعرف أكيد بالتفصيل عن هذا المشروع وهذا الاختراع بصرنا أكيد نرحب بالدكتور مصطفى موالدي عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمشرف أيضا على المشروع، وعبد الرحمن المصري طالب مشارك في تنفيذ المشروع. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. سوريا وشكرا لكم الأخبارية السورية، عم تهتموا بالطلاب، عم تهتموا بالمشاريع المتميزة، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور. دكتور رح نبلش مع حضرتك، خلينا نحكي أكثر، يعني قلنا بالمقدمة أنه اليوم طيف التوحد عند الأطفال أصبح مشكلة موجودة وشائعة كثير، خلينا نعرف كيف توجهتوا لحتى يكون في عندكم مشاريع لحل مثل هاي المشكلة. هلا خليني أول شيء أحكي مين الطلاب مشاركين بالمشروع. هو عبد الرحمن المصري، في عنا عبد الرؤوف محمد، في عنا رنيم بدران، في عنا رامي الشماع، أربع طلاب شاركوا بالمشروع. منين إجت الفكرة هي؟ بتعرفي هلا هالموبايل هذا هو مشكلة العصر هلا، اللي هو طلاب أو الأطفال والعائلات بشكل عام كلها بتكون مجتمعين اجتماعات، فبتلاقي معظمنا ماسكين الموبايل عم تكتك فيه، عم سواء واتساب أو الفيسبوك أو بشكل عام. فهالشيء هذا عم يؤدي للطفل انه يصير عنده انعزال، عنده مشكله ما عاد تواصل مع الاخرين، ما عاد لعب اللعب اللي كنا ايامنا نلعبها، الطابه، الاشياء المختلفه اللي كنا نلعبها ايامنا. فهالشيء لما ادى الى مرض ممكن يؤدي الى مرض توحد. لذلك الطلاب فكروا بهالمشروع هذا، اللي هو بصراحه بيعود بفائده كثير على الطلاب، على الناس، على الاطفال. وممكن توحد يبدا من عمر فرضاً 8 شهور، 9 شهور، سنه الى اخره، حتى ممكن يتطور معه ويزداد طالما انه الطفل مخه وعقله كله بهالموبايل هذا او بالكمبيوتر. الامهات دائما بيلهوا الولد او الطفل بهالموبايل، خليه يلتهي الموبايل لحتى انا اشتغل شغلتي لحتى ساعات طويله، بس ما عم تعرف الام انه هي عم تضر ابنها، عم تخليه يصير بعيد عن المجتمع. لازم الطفل يلعب مع رفقاته، شيء من جيله، ما يكون مخه دائما وعقله موجه الى الموبايل او للكمبيوتر او لوسائل التواصل الاجتماعي، الالعاب، الافلام، كرتون. فلذلك اجت الفكره من هون انه نحن ليش ما نساوي مشروع لكشف المبكر عن مرض التوحد. عبد الرحمن، خبرنا عن البحوث والدراسات اللي قمتوا فيها حضرتك مع مجموعة الطلاب للتشخيص المبكر لمرض التوحد، يعني لحتى وصلنا لهون قد ايه اخذ معنا وقت شغل، شو النتيجة اللي وصلنا لها؟ تمام، اول شيء صباح الخير وبشكركم كثير على الاستضافة بالبرنامج. هلا بالبداية نحن كنا عم ندور على افضل طريقة ممكن نشخص فيها نحن اضطراب التوحد عند الطفل بطريقة ما تضايق الطفل، وبطريقه نوعا ما تكون سلسه او بتكون سهله ومحببه للطفل. فتقريبا اكل معنا البحث شي 4 شهور. بالنهايه في مجموعه جامعات عالميه مثل جامعه واشنطن وجامعه جنوب كاليفورنيا، وطبعا بتشكر المسؤولين بمركز امال اللي مختصين باحتضان اطفال طيف التوحد، اعطونا مجموعه افكار وكلها تتوصلت لنقطة واحدة، يلي هي انه الاطفال اللي معهم اضطراب طيف التوحد بينجذبوا للاشكال الهندسية، بينجذبوا للرسومات اللي بيكون فيها مثلا الوان فاقعة، مثلا للالعاب اللي بيكون فيها حركات متكررة، وبالاضافة لانه اذا كان في شخص عم يحكي معهم فهنن بيتجنبوا يتطلعوا على منطقة العيون، بيتطلعوا بس على منطقة التم او ما بيتطلعوا ابدا على هذا الشخص. فمن هون اجت فكرة انه نحن ليش ما حتى نجيب جهاز يعرف الطفل وين عم يتطلع بالبيئة المحيطة يلي حواليه.
فشفنا متتبعات العين اللي بالسوق وكانت اسعارها كثير غاليه بصراحه. فقلنا لحالنا ليش ما حتى نحن نعمل متتبع العين. ومن هون بلشنا باقتراح التصميم طبعا باشراف الدكتور، بتشكره كثير يعني. تقريبا شيء 4 شهور من ناحيه البحث ومن ناحيه تقرير التصميم النهائي، وبالاضافه لاربع شهور من ناحيه التنفيذ. طبعا التنفيذ تخلله شوي من التغييرات وشوي من العقبات، بس بالنهايه وصلنا للتصميم النهائي. يعني دكتور قديش حلو يكون عندنا هيك مشروع هو بيلامس حاجات المجتمع وبنفس الوقت عم يدرس تكاليف الباهظة مثل ما قال الموجودة بالسوق حاليا، أسعار كتير غالية ونحن أساسا بحصار، فحتى المواد الأولية بيكون كتير صعبة تأمينها. فهون بدي أحكي عن دوركم من خلال التواصل مع الجهات مثل آمال وغيرها من الأطباء والجامعات اللي عندهم خبرة بموضوع التشخيص، لحتى يكون هذا الجهاز نقول نواة يمكن لأجهزة تتميز فيها سوريا وتساعد بتحديد الطفل التوحد. طبعاً هلا خليني أحكي لك بشكل عام عن قسم الهندسة الطبية. قسم الهندسة الطبية هو أنشئ 1986، ومعظم مشاريعنا إحنا ومعظم أبحاثنا عم تكون لخدمة الأطباء، لخدمة المرضى، عبارة عن إحنا نساوي أجهزة أو نعدل برامج معالجة الصور، برامج لتحليل إشارات القلب، ونحسن نعطي الطبيب نعطي رأي. طبعاً نحن ما منشخص إيه هذا عنده مرض كذا أو عنده مرض كذا، لكن نعطي رأينا شو المخطط الكهربائي فرن للقلب أو الصورة، هل هو فيه سرطان ولا هو مرض خبيث ولا مرض حميد، نعطي تصور عن الشيء اللي عنا شيء. وفي دائماً تعاون بين قسم الهندسة الطبية، بين كلية الطب بشري، بين كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة، لنكون حتى رديف للطبيب. برجع بقول أنا ما عم باخذ دور الطبيب، أنا بس كون مساعد للطبيب لكشف بعض الأمراض اللي ممكن ما يكشفها الطبيب. وهلأ الجهاز هون اللي شايفينه حضرتكم موجود هلأ هون قدامنا، منا نحط نشوفه الجهاز. هو يعني حقه ملايين ليرات إذا كان نجيبه من الخارج. الطلاب اجتهدوا بالتعاون مع آمال، بالتعاون مع كلية الطب، استشاروا أطباء على مرض التوحد، كيف نحن بنشخص مرض التوحد، كيف الطبيب بيشتغل بيشوف بيكشف مرض التوحد. لقوا في آلية طويلة لكشف مرض التوحد عند الأطفال، لذلك لقوا طريقة. هي آلية تستغرق بالذكر حوالي 3 دقائق تقريبا. نحط نحبس الجهاز هذا، بيضع على الوجه على العين، وبيشوف كيف طفل عم يطلع على الأشخاص اللي حواليه أو عندك الأمور اللي حواليه، محيط البيئي اللي حواليه. من خلاله ممكن يكشف أنه إيه هذا الطفل عنده توحد أو ما عنده توحد. جهاز موجود هلأ، جهاز ممكن موجود صار هون. جاهز إذا فينا ناخد له لقطة. نعم. هلأ بس كشف أنه الطفل عنده توحد، ساعتها الطبيب بيتدخل بيساوي إجراءاته التحليلية والموضوع الكشف، كيف هل هو ايه صح عنده توحد ولا لا، وبالتالي ممكن يعالجه للطفل. نعم. من خلال السن هو صغير. عبد الرحمن حكينا، خلينا نحكي بالتفصيل اليوم عن الجهاز، يمكن دي اخذ وقت لحتى صنعته، هل اثبت فعاليته، ليش نحن دائما عم نقول انه هو محبب عند الاطفال بهي الطريقه. تمام. هلا بالبدايه اذا بدنا نحكي على تصميم الجهاز، الجهاز مثل ما شايفين هو عباره عن نظاره وتوضع عليها مجموعه كاميرات. طبعا هي الكاميرات مربوطه مع سوفت وير وبرمجيات عن طريق اللابتوب. اذا بدنا نحكي من ناحيه الاختبار كثير سهل وكثير بسيط ومحبب من ناحيه الطفل. بالبدايه نحن بنحبز يكون مع الطفل حدا من زاويه ابوه او امه مثلا، او مشرفته ضمن المركز تبعه. الاختبار بالعادة بيتم من ضمن غرفة تكون الإضاءة فيها خافتة شوي وما فيها ضجيج صوتي. فبالبداية نحن بنحاول نحبب الطفل بالجهاز، وبعدين بنلبسه للطفل. وطبعا على حسب ما حكينا من شوي إنه الطفل بينجذب للأشكال الهندسية وهيك، فنحن بنعرض له شيء اسمه محفزات بصريه، هي عباره عن مجموعه صور متسلسله لمده 30 ثانيه. كل صوره بيكون فيها مجموعه اشكال من الشيء اللي الطفل بينجذب له بصريا ومن الشيء اللي ما بينجذب له الطفل بصريا، وبنعرض له هون على شاشه قدامه ونحن حاطين له النظاره، فهو حسب كيف عم يحلل المشهد البصري، كيف هو عم يطلع على هي الاشكال،
عن طريقه نحن ممكن نعرف مثل ما تفضل الدكتور نعرف اذا الطفل يا ترى هل معه توحد او لا. نعم، برايك دكتور هذا الوقت الزمن يلي عم نقول انه هو وقت كثير قصير، برايك هو فعلا كافي هذا الجهاز فعلا هو قادر يكشف بهذا الوقت والمده الزمنيه القصيره ان كان الطفل يعاني من مرض التوحد او لا؟ طبعا اكيد نحن اللي عم نعمل نحن هو عباره عن كاميرا، تفضل الطالب عبد الرحمن انه كاميرا عم تلقط شو عم يشوف الطفل. هل في عندنا برامج معالجة؟ هالبرنامج مو بياخذ وقت، وتجرب الجهاز على كذا طفل وبين معنا انه هالطفل عنده توحد او ما عنده توحد. وبتمنى انه هالجهاز هذا يكون برياض الاطفال، يعني عندنا كثير اطفال بتلاحظ اكيد المشرفه على روضة الاطفال انه في اطفال من زاويين، في اطفال مفروض يكون في مثل خليني اقول فحص مستمر لهالاطفال هدول كلها عده دقائق تماما، فممكن تعرف هالطفل هذا عنده مشكله او ما عنده مشكله، فليش لا يعني بيكفي الوقت. اكيد. وهون بدي اسالك عبد الرحمن، يعني انتم شاركتوا ايضا بالمعرض اللي اقامته الكليه، وهذا المعرض عم بيكون يعني خليني اقول دائما هيك مساحه كثير كبيره ومهمه لحتى الطلاب يعرضوا افكارهم ومشاريعهم، نحكي عن هذا المعرض وخصوصا انه كان في كثير من المشاريع يمكن تمام. استضفنا بعضها نحن بصباحنا غير. تمام، اول شيء بدي اشكر الدكتور مصطفى وبدي اشكر كل القائمين على تنظيم المعرض، وهذا المعرض اتاح لنا انه نحن نشارك افكارنا ونشارك خبرتنا تبع الدراسه الخمس سنين بالجامعه مع الزائرين وكمان مع باقي الطلاب. المشروع هو الاول من نوعه بالوطن العربي، وما كان نحن بالامكان انه نقدر نشاركه او نوصل لهون حتى الا بفضل هذا المعرض. هي بالبدايه. ثاني شيء ممكن نقول انه المشروع هذا عرف الزائرين على أهمية طيف التوحد وعلى أهمية الفحص للأطفال. وفي عالم اندهشت من الفكرة أنه شو علاقة التوجه البصري للطفل مع مرض التوحد. هلا أنا بدي أطلب منك إذا في مجال تأخذ الجهاز تلبس النظارة بس مشان تتوضح تمام. الفكرة لأنه يمكن ما كتير تمام. واضحة تمام. معلش حتى ايه ما في مشكلة تمام، خذ راحتك لبين ما تضبط الأمور بنكون انتقلنا للدكتور. ونحن عم نحكي عن قسم كتير مهم بالكلية هو الهندسة الطبية، وحضرتك قلت أنتوا لستوا بديل عن الطبيب ولكن أنتوا مساعد تمام. للطبيب من خلال اكتشاف أدوات دائما بتبسط هاي العملية. خلينا نحكي أيضا عن مشاريع أخرى كانت موجودة هذا العام من دوره انه هي تساهم بتشخيص المرض احيانا او تساهم بحل كثير من المشاكل الصحيه وتساعد الاطباء. هلا في عنا بعض منا في عنا تصوير الرئه وكشف اذا كان المريض عنده كوفيد، عنده كثير مهم المشروع كوفيد ولا ما عنده كوفيد، وصار في كذا مشروع وحسنا نكشف طبعا هالمرض هذا كورونا. في عنا بعض المشاريع هي معالجه الصوره كمان ايضا لكشف هل الشخص عنده سرطان ما عنده سرطان من خلال الصورة والحواف بنشوفها خلال بعض النقاط المحددة. ممكن نحن نقول ايه هالمريض هذا عنده مرض خبيث او مرض حميد، وصارت مشاريع. وفي عدة امراض كثيرة، يعني في القلب فرضا مريض عنده مشكلة بالقلب، فمن خلال المخطط الكهربائي للقلب ممكن نحن نكشف بعض الامراض ونقول للطبيب هالمريض عنده كذا وكذا. بس نحن مثل ما برجع بقول نحن عم نعطي شو تشخيصنا نحن، وبقي الطبيب هو اللي بقى بده يعالج المريض وبده يرجع يشخص يرجع يتاكد انه ايه تشخيصنا كان صح. وفي طبعا احصائيات نحن لما بنساوي نحكي هالشيء الطالب لما بيساوي مشروع بيساوي كذا خليني اقول مريض 10 مرضى 20 مرضى حسب الوقت اللي عنده اياه، وبيطلع معه نسبه مئويه نسبه الصح والخطا، و غالبا عم تكون نسبة معقولة بالنسبة للصح. تمام. عرفنا عبد الرحمن. تمام. هي جهاز. هو جهاز كتير بسيط مثل ما احنا شايفين يعني. تماما. هون في عندي أنا كاميرا وهون في عندي أنا كاميرا تانية. هي الكاميرا عم تصور البيئة المحيطة تبع الشخص، وهي الكاميرا عم تصور لي العين طبعا بالمجال تحت الأحمر. فهي الكاميرا
عن طريق طبعا عن طريق السوفت وير انا بوصل الكاميرتين، فانا بوصل الكاميرتين على اللابتوب. وطبعا نحن في جزء هاردوير وفي جزء السوفت وير، وهو اللي بيلعب الدور الاكبر طبعا. فمن هون نحن بنقدر ناخذ حركه العين ونحولها نحولها للكاميرا الثانيه، بحيث انا اقدر اعرف الشخص بالبيئه المحيطه وين عم يطلع بالضبط. وهذا هو الجهاز بكل بساطه يعني. تماما. دكتور، اليوم عم نحكي نحن عن مشاريع كتير مهمة وأجهزة كتير مهمة، إن كان بالكشف المبكر عن الأمراض أو الأوبئة مثل ما حكينا، لحتى نكون رديفين لعالم الطب بشكل كامل. اليوم هي العقول الشباب اللي عم نشوفها بهي الأعمار والاختراعات اللي ما فينا ننكر مدى أهميتها، إمتى فينا نشوفها منتشرة إذا قلنا، إن كان بالمراكز وإن كان برياض الأطفال مثل ما تفضلت وحكيت، أو حتى بالمراكز الطبية؟ نحن ان شاء الله عم نحاول، نحن بشكل عم نربط بين مع القطاعات الصناعيه اللي عم يساعدنا، اتحاد الوطني للطلبة السوري عم يساعدونا كثير بموضوع الربط بين الجامعه وبين المجتمع، بين غرفه الصناعه، بين المستثمرين. يعني في السيد رئيس الجامعه الدكتور محمد ياسر عبدين كمان عم يساعدنا، عم يساوي اتفاقيات متعدده مع العديد من المؤسسات لحتى نحسن نحن كمان هالمشروع هذا، نطوره ونساوي منتج قابل للتسويق. في الهيئه العليا للبحث العلمي كمان عم يساعدونا، يعني بشكل عام في عده هيئات، حتى ما انا انسى حدا، في الجمعيه العلميه المعلوماتيه كمان عم تساعدنا لحتى نربط مع المجتمع، عم يعطوا دعم للطلاب لحتى نحسن نطور المشروع. وهلا في فكره ان شاء الله يعني بكليتنا حصير موضوع الحاضنه التكنولوجيه، اللي هي انه الطالب مثل الطلاب هلا عبد الرحمن سوى مشروعه، ممكن نحن نحتضن هالمشروع وندعمه ونساوي منتج قابل للتسويق. بس بتمنى من الأطباء يتعاونوا معنا، أكيد ما بيقصروا يعني بيتعاونوا معنا، بتمنى يكون يعني التعاون مستمر. بتمنى من الصناعيين، هلأ زارنا عدة صناعيين خلال المعرض وشافوا الإنتاج تبع الطلاب، بس مثل ما لاحظتي هلأ ممكن نحن ببعض الأمور الرتوش خلينا نقول نسميها، بيطلع بجهاز كشكل بيكون أفضل للطفل، بس بده إكمالات، ما بده شيء رتوش، رتوش بسيطة وبيطلع منتج قابل للتسويق. عوضا رح ندفع مئات أو آلاف الدولارات لجهاز نستورده من برا، كل هالعناصر الإلكترونية موجودة بسوريا، الجهد البرمجي طلاب يشتغلوا فيه وانتجوه، وبتصور كلفهم بحدود يمكن 800 ألف ليرة كل هالكلفينات تقريبا بهدود، يعني كجهاز ممكن يصير قابل للتسويق حقه 800 لمليون ليرة خلينا نقول، عوض ما نحن ندفع آلاف ونكون وفرنا على البلد آلاف الدولارات. بتمنى أنا بس من الأمهات موضوع التوحد ينتبهوا على أطفالهم، ما لحتى الطفل يأكل يعطوه موبايل لحتى ينتهي فيه، ما لحتى تشتغل مطبخ الأم تساوي طبختها. أنا آسف أحكي بهالأسلوب، بس كتير بصير تعرفوا مجتمعاتنا تقول لابنها خود التهي ب او لبنتها التهي بموبايل حتى هي تنجز شغلها. لازم نحن نراقب اطفالنا، نلهيهم بالعاب ثانيه، العاب تكون يشغل عقله، ما يكون العاب مو موبايل طبعا، العاب ثانيه. بتعرفي كنا صغار الالوان ونركب مكعب على الفراغات والى اخره. يلتهوا الاطفال بشيء مفيد لهم، ما يخليهم منعزلين عن الوسط الخارجي. اكيد دكتور، ونحن حتى بصباحنا كثير ركزنا يمكن سلمى على هذا الموضوع، والنصائح وتوعيه لكثير من الامهات لحتى يمكن موضوع الموبايل نخفف من تاثيره شوي، لانه انتشر بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره. كل الشكر لك دكتور، وكل الشكر لك عبد الرحمن، لكل زملائك طبعا يلي شاركوا سواء بهذا المشروع او حتى غيره من المشاريع يلي نحن كثير بنرفع راسنا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. يكون العافيه. شكرا. شكرا لكم، نتمنى لكم اكيد التوفيق، وبنتمنى الحاضنة اللي عم تشتغلوا عليها دكتور تبصر النور قريبا، لانه هو رح يكون مشروع كثير مهم اكيد، ورح يمد البلد ورح يوفر فرص عمل ايضا لطلاب عم يعدوا 5 سنين ليقدموا افكار قابله للتطبيق. إن شاء الله. اكيد شكرا كثير. شكرا. 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 شكرا.